ان انا معاكم النهارده ومع مي عقودي. عندنا حلقه تجنن معانا القمر على طول. بس انا متفائله ميويا. يعني ايا كان بريك او مش بريك المهم افضل اكل، سهله قوي والطعم خطير. كل ضيف بيجي مايس شو بيدي روحه في الحلقه. كانت حلقه عدت بسرعه جدا من كتر ما الوقت كان لطيف جدا، واكلت اكل خطير وتعلمت طبخه جميله. الكلافوتي كده طلع ناعم وسلكي ولذيذ، موضوع يعني مريح قوي واني كاني في بيت صاحبتي. مايس شو مع مي يعقوبي من الاحد الى الخميس الساعه 12 ظهرا مباشره على الهواء حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.